السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا الساعة، مرحبا مليون. أنا وعدنكم وعدنكم في شيء فاكتوري، قلنا ما نسوي شو أرضية المصنع، والصراحة ببدأ فيه على طول بدل ما نكون نحن ليش دايما نسوي شغلات ناشفة. نبغى شوي ديزاين، نبغى شوي أرضية مصنع، نبغى المكان نحس إنه مكان بروفيشنال اللي جالسين نشتغل فيه. شوفوا ركزوا على كلمة بروفيشنال، متعب عليها ترى، تقولون ما قلت بروفيشنال. تعالوا احنا كم طالبنا 100 بس دائما اوكي 100 زين، اكثر مو بزين طبعا، يبغى لنا حصة لازم، وهو اهم شيء يعني حصة نحن. بس الارضية يبغى لها ماي، حصة يبغى لها ايرون رو اللي هو هذا عندنا، هو بنشل من حن من هني لنا هني تاج الزين، ولا هني حق الستيل، الستيل ما نستعمله وايد على فكرة. دائما انا اسوي هالحركة ومش لازم تسوونها، لانه لا تحسبون لازم، لان السبلتر يركب، بس انا تعودت خلاص، تعودت ان لازم ادك لك اشله، تعود على الشورت كاتس احسن. زين شو جهاز عندي؟ نبغى دمج، نبغى سبيد، انرجي سيلز اكوبمنت، ما ابغى بتري الحين، ما بسوي دروع خاصة انا، بعدين بسويهم الحين. ابا ليزر وتور الدمج، ابا تور الدمج لان اكثر دفاعي تور انا. عن هالسوالف هاي، ما عليكم الماي اموره طيبه. زين الحين غير هذا يبالي ماي، هذا شو يبالي؟ يبالي كونكريت، بس كونكريت ريفايند كونكريت. صدقوا ما سويت هذا قبل، شو الفرق بينهم؟ شكلها بيكون شكل احلى. ندق كونكريت شوي نشوف الوضع، خلينا نحطينا طوبيك، ما عندي، اعطوني الكتريك فرنس ولا اقول بيب متعي زيب، اعطوني الكتريك فرنس، اعطوني 50. في شغلات زيادة هني، فيه دايما فيه شيء موجود، دايما موجود، دايما موجود. انزين ابا ليزر عندي 5 بعد، شو ناقصني انا؟ باقي لي 22 ليزر ينتجونه، شغالين هاي ولا شغالين؟ والله شغال بدري، شوف زين نسوي سبيد مودلز على اساس نسرع المصانع مالنا. ما ينفع تم بالطريقة هاي، ما ينفع، ما يفيد بصراحة، ما يبوا لي الحين. شو الكسالة هاي؟ هاش وينهم؟ تعالوا هي اوه هاتوا هي، بس هاللي ابا ابا اسوي المصنع هني. بس كم بتسوي كونكريت؟ اوه نزين النيب هذا اول شي، بالنيب ما يبغى هاي المتساوين تقريبا، لا مش متساوين ابدا ابدا، مش متساوين. اعطي حركة القفل سريعا جلدي، هذا القفل جاهز، وهذا الظروف الجوية نسوي هاي الطريقة. لا مش هالطريقة،
نبى بعد ما عندي انسرتر انا هني. شو نسوي لك من انسرتر؟ ايوه الحين اني بهذا هني، بس بحتاج يكون بالعكس ترى. يجيكم بالعكس لأن هاي اللي بيحطون الصوب الثاني. نبا إذا شليت هذا الحين، لحظة من أصدقائنا هايل. بعد ما عندي، بعد ما عندي، هات جيب جيب أقول جيب. إنزين نحتاج كهرباء وإنتاج مش طبيعي ترى. ساتسفاكشن زيرو ليش؟ أخ شوفوا قلت لكم الليزر بيبهدلني، كنت عارف انا لازم يكون عندي دعم. شو حطوا كل الليزر ولا بعدهم؟ بعدهم ها، مش حاطين الليزر كله. خلنا نشيل هذا، في حد غيره هني زيادة حطيته. شل هذا، شل هذا، شل هذا، شل هذا، اساس انتاج اللي انتجه ما يروح بس الليزر اللي جاي. شل هذا، نبارادار تعال انت تجهوني. ابو عمود واحد، لحظة ابو عمود ابو عمود ابو عمود ابو عمود. اوكي زين انه ما شل البيبوت الحمد لله، المفروض يكفي وزيادة، يكفي شو زيادة. انزين نبى نشيل هايل نعقن بالطريقة هاي. واحد واحد اثنين بس وايد بعد شو بنتج انا ليش. انزين نسوي كونكريت، كونكريت يباله ماي. اذا كله يباله ماي بالطريقة هاي ما اقدر، لازم ابعدهم نسويهم بالطريقة هاي. لا ليش ارمى غير اتجاهها؟ زين خلني بغير اتجاهها من ورا. اوكي اتجاه بالعكس هني. نبى واحد يدخن، واحد يطلع، ونجيب لنا بيبوت.
السوق يكون في اللوجستيك تشين بالحظ يا تعرف فكرة تحسب انها كانت محسوبة بالحظ وماشي لحظة نبغى اوكي ممتاز بعدين ننتج كونكريت شوف الحين الفرقة مع ولا ما غير كونكريت شوف الفرقة استوى مصنع اوادم شوف شوف والله فرق بس الحين بشوف اذا في البلان وايد والله يستهلكها شوفوا هني استوى عنا اخ مو مشكلة عادي نتحمل شوية نسوي له ما يعني شوفوا والله جميل والله جميل بس سؤال هاي اللي يقدرون يبنونه يقدرون بس مروا مش الله مروا مش الله الحين زين هاي المنطقة أنا شو بسوي؟ لازم أكون محاسب عليه لأن ما روم أرجع عنه داخل لون اسوي تحديث وبلون شوف شوف تحديد انزين هذا نبغى هذه يكون لها ارضية اوكي الحين لون تصبغ والله عجيب تحسون انه مصنع شوية صور خليه يكتمل هذا لازم اشله لحظة لازم اكون ماسك كونكريت عسى بشيل الكونكريت شوف نشوف كيف يطلع شكله والله مضبوط شي مضبوط والهجوم هاي الشغالة يهجموا علي الهرم سير سير حط واحد جديد حط واحد جديد هذا انا حاط ليزر بعد طب ليزر ثاني هنا احتاج ان هاي تختم كبيرة هنا هي منطقة كبيرة فبحتاج شوية هنا اثقل الدفاتش ختم كبيرة هي اثقل شوي ان شاء الله عاد الكهرباء ما تنقص زين بس والله يطولون يبنونه لانه وايد يبون حبه حبهم في شيء يزيد كم يشلون حيث كان فيه بس مش الحين اظني عقب
سبيد بس. هذا جديد اظني، ما الاخر ابديت اظني، بس لوجيستيك روبوتس، لوجيستيك سيستم يبال الاصفر، روبوتس شل. هلا شوف احنا قاعد نسوي ريسيرش، احنا قنتور الدمج، قنتور الدمج شو؟ اوكي شغال. وين ريسيرش سنتر مالي؟ هذا هو. استوى شكله خطأ فني وميت. صبر اشوف الريسيرش وقف، شو السالفة؟ كيف القنتورة راح لل هذا هو السؤال. شوفوا مليون قسم الحين عندي المصنع، على امل انه يكفي بروتكشن يعني. الريسيرش سنتر مالي كترة ترى، والله يعتبر كترة، بس الحين خليني اصير استكشف كيف القن تورت، لان اظن اسوي التعديل اساس ازيد انتاج، واظن هالتعديل يا بالعيد. يب 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 يب. انا ليش لفيت هذا اصلا؟ خلنا نسير ايش القنتورة تتكلم هناك. ويلي مليون قنتورة خيبة، مشكلة اسوي زحمة هني، لانه ما مسوي زحمة والامور طيبة، مشكلة بس يا يعني انه مسوي زحمة الصراحة مش طبيعية. فل تعالوا نشيل القنتورة هذا كامل، هاي شغلاني بعد تطلع الواحد بالدرب. خلينا نعقل قنتورة تمرنا هناك في المصنع، خلينا ينتج. شغال بس مخرب القنتورة. خيبة كم قنتورة شليت، كم قنتورة تم شي؟ ايه تم، لأن مليون قنتورة شلت. تعال يخرب بيتك، شوف كم قنتورة عندي. ونقول ليش الريسيرش وقف، استغربت الصراحة، شي غريب. زين خلنا نشل القنتورة هذا ونعقوين. هنا خليه يوزع، يصير وزع وزع وزع، حطه في الليل انتج فيه. ساينس باك، ساينس باك، ساينس باك مالك. هني شو قاعد ينتجون؟ كنا عندنا يدران فول، كل شيء فول. ها طيب شغال 1000 مليون، بس هني بس يشيل بوابة، هني يشيل بس طوابق. بس السؤال انا شو ناقصني؟ بس حصل
بس ترى امور هينه. ها انا اعدل الانتاج بسرعه ولا تزعلون. نسرع الانتاج شويتين. اوكي ما عندي الكتريك فرنس الحين، ما في انتاج الكتريك فرنس شكله خلاص، ما عندي ريد سيركت يكفي. اي واحد يصير قبل يا لسي فضي منه، خله براي بسوي هاي نسرة كهرباء عندنا مشاكل. انزين خلهم يعبون يعبون عادي ما يضرون. نفس الكونكريت، كونكريت مليون بسويهم عادي ما عندي مشكلة. الحين ابو اللي بشوفه السؤال اللي كان خطر على بالي، يو والله الخط ما خضرت عودة انا والله. السؤال اللي خطر على بشوف شكله فنان والله، الحين اذا اسوي بلو برنت، نيو بلو برنت، اشيل هذا حق مكان ثاني ما يعقم على الأرضية. الأرضية لازم أنا أسويها، يعني أي شيء أرضية الحين لازم أسويها مانيوال. بس بعد مشروع يعني ترى مشروع ناجح ترى، يعني إذا نجيب الحين هذا شوف شكله كيف يتغير ترى. شوفوا شكل المكان كيف يتغير. نسوي له فلنقة الحين وخليه يتوكل بس خلاص. من نسوي مكان جديد الحين شكلي هذا اللي بسويه. شوف بيم كونستراكشن، كم كونستراكشن روبوت وصلت لنا؟ 1900 عندي وبعدهم بطيئين. لحظة نبغى روبو بورت لوجيستكس هنا في الكهرباء بحطيه. لحظة وصل لكهرباء اي بس اوكي خلى في التشين. كل ما كان اكثر كل ما يشيل اكثر، بس يبغالنا ريبير باك الحين انتاج محترم والله. يبغالنا ريبير باك ننتج انتاج مثل العالم والناس. شو يبغاله؟ خلنا نشيل كمية من عند هايل في رقة هناك. اوكي نشيل كمية باخذها، بنشف شوي المكان. نشف المنطقة ايش اللي مالبو 1000 كربير باك. كم واحد ياخذ؟ اخذتو اكثر من 1000 باخذ هايل لاني محتاج وايد. ابو الاثنين تعال تعال تعال، كم عندي وايد بعد ابو. خلي ينتج مليون ريبير باك عادي ما عندي مشكلة. بنيب صندوق هذا ما ابوه، لاني بشيل من الصندوق مالي. عرفتوا بيربا كان هني. زين حطي هذا هني، حطي هذا هني، سوي ريبير باك. ايه صح نسيت احط هذا، اهم شي نسيته. قنطور الدمج اوكي اكتمل نايس. بول الدمج بنزيده دام نقدر. اشوف يباله هذا المكان ارضية من خاطر. سريعة
هذه الأرضية سريعة. زين، هذا كم بيسوي لنا؟ هذا مال 6 متر بير باك، لأن كل بير باك يبغى 2 صح؟ لا خلنا ناخذ الأكتر أكثر كذا زيادة ونعبي له. هلا بناخذ من زيادة، نبغى له كم 1000؟ انها بيتوزع على العالم كله، بيون بياخذون من هني كل ما يحتاجون. ترى أرضية المصنع موضوع طويل، بنسوي ونحن نلعب، بس ما بمشيكم حلقة كاملة بس أرضية مصنع دورة بناية. شو متبنايين نحن؟ يلا بس هذا، بس أظن كفاية، هذا يكفي. زين بنشتغل مكانه ولا شيء؟ ما ضبط وضعه، نشوف ليش هذا. شو فيه؟ اها بعد يبغى لي احط جير غير. زين ابارك وستر جست، والله لازم هاي شيل الصندوق هذا هني. سبليتر ليش حقيت سبليتر تسألوني؟ بس حقيته احس ما يبغى الحين. بس خلي اسوي الحين، مرة اشتغل على راحتك. سوي لهم ريبير باك لين تبدا ريبير باك تروح. هذا اول واحد سوينا تذكرونه، ما في فيول. ها بعد شباب فيك، انا خلاص انتهت، بسحب عليك اصلا حتى انا مو مشدك. لحظة والله مو منه فايدة، هذا كله كله ما نبغى خلاص، هذا مستهلك مساحة، هذا مستهلك مساحة. بس هذا وين يروح؟ هذا لا مش مستهلك مساحة يا حبيبي، يستفضونه كامل. كم واحد قاعد يشتغل؟ والله وايدين، والله وايدين واجين قاعد يشتغلون. هذا كله تابع لمنو؟ لحظة، لا هذا نباه، هذا خط شي يستهلك بلس برونز. برونز يخلص اصلا، مو مشكلة، انا وايد ربير باك امور تمشي. زين هذا بعد ما نبغى مرة، خلاص هذا ما نبغى، هذا ما نبغى، هاي ما نبغاهم، هاي ما نبغاهم، لا ها نبغى. خلها مصدر التورج مالنا، لما يرمي انتج تورج خلي انتج، لا تقول لا. شو السالفة هني؟ شوف شوف الليزر، شوف الليزر، يو والله النقو. الحين ابى اسوي شيء يضرب من بعيد، ابى اخصفهم هاي مرة، ما تمدد كل مرة على نفس الحال. انا شفت ارتيلري وينه؟ والله هذا الشيء مضبوط، هذا يضرب من بعيد. متى بسوي له ريسيرش؟ هذا جيبه له قبله. ارتيلري ميليتري فور، ميليتري ثري. نحن الحين عندي اصفر، عندي ازرق، عندي اخضر، عندي هذا، عندي 5. الاصفر ما عندي صح؟ اصفر ما سويته ولا؟ لا ما سويته الاصفر، لازم نسوي الاصفر عيل. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم، ارضية المصنع. شوفكم الحلقة خاتمة ان شاء الله على خير. لا تنسون شير، لايك، سبسكرايب، فولو، وحياكم الله في لعبة فاكتوريو. لحظة، أدري أدري، على أساس خلصت الحلقة صح؟ لا لا لا، ما عيبني هذا. يلا، السلام عليكم ورحمة الله.